70% من الكور اللي بتتصنع في العالم بتتصنع في باكستان في مدينة اسمها بولا جاما وموجودة في باكستان. والمصنع اللي موجود قدامك في الفيديو ده بينتج 160 ألف كورة شهريا. وعايز اقولك ان باكستان بتعمل الكور ام جنيه لحد الكور اللي بتروح كاس العالم كمان، لدرجة انها بتنتج 70% من الكرات اللي موجودة في العالم. وهي دي الطريقة اللي بتعمل بيها كرة القدم. اول حاجة المطاط بيخش على الآلة السخنة اللي موجودة قدامك دي، وبعد كده بتتقطع على شكل دوائر وبطاقات عشان خاطر دي اللي هتبقى موجودة جوه كرة القدم، وبعدها بينفخوا الدخل اللي موجود جوه الكرة وبيخش على مكانات البخار، والدخل بتاع الكرة بيقعد شوية جوه الآلة دي عشان المطاط يبقى صلب. وفي جزء تاني من المصنع العمال بتقطع الرقع اللي هتبقى حوالين الكرة من بره. واغرب حاجة بقى ان الخارج بتاع الكرة ما بيتعملش على مكان، ده بيتعمل يدوي زي ما انت شايف كده، ويبتدوا يجمعوا الشكل الخارجي للكرة بمادة زي الكلة، وبيبتدوا يضغطوا الاتنين على بعض عشان يبقى جزء واحد، بحيث ان انت لما تمسك الكرة وتبص عليها تقول استحالة ان في دخل. وبعد ما بتتجمع الكرة بتبتدي تخش على آلات عشان خاطر تختبر الكرة دي سليمة ولا لا، وده طبعا بيبقى قبل ما يفضوها من الهواء عشان تبقى سهلة النقل والتخزين. وما تنساش في نهاية الفيديو تكسب نفسك ثواب وتكسبني، وتكتب في التعليقات سبحان الله.